هذا الزنجبيل الأخضر اللي يجيبوه من السوق، هذا أهم شيء تخلوه بالبيت، تقصون من عنده قطعة وتغلوها بالقوري وتحطين ويا من يغلى كلش يغلي يغلي يغلي، تشيليه تصبيه تصفيه بقلاص وهو حار، وتحطين شوي نعناع أخضر وياه وتعصرين نومي حامض عليه وعسل، هذا ظل يوميا يشربه يقوي المناعة ويحمي البلاعيم حتى لا سامح الله أي فيروس يروح للأمعاء ما يروح للرئة، لأنه هو الآن جاي يقتل العالم التنفس، الرئة لما يدخل للرئة يسوي جلطات بالدم، هنا القانون كله عندنا. أنا جارتي هنا استخدمت نفس الطريقة، حبست روحها بالبيت وساعدنا بيناتنا، شفت الحمد لله، وهي سورية المرأة، وغيرها وغيرها استخدموا هيك. لا حد يروح مستشفى، اللي يروح مستشفى جاي يطلع ميت، لأنه هو يعدو، المو مريض يروح